لكن خلونا نروح نشوف إحصائيات اللي حطتها الهيئة السعودية للسياحة اللي تجاوب على كثير من الأسئلة. تقريباً 1000 شخص في السعودية في شهر مايو 2020. طبعاً تساؤلات كانت كيف غيرت الجائحة خطط الصيف. طبعاً 55% قالوا خططهم في الصيف خوفاً على صحة عوائلهم، 80% فضلوا يتجنبون سفر أوروبا وآسيا، 57 لديهم مخاوف بالسفر عبر الطائرة. طبعا هل لا زالوا للسفر لهذا الصيف يخططون؟ الإجابات 81%، طبعا لم يقوموا بعمل حجوزات لهذا الصيف، 85 يبون لن يعني يرتبون أن يحصلوا على إجازة لمدة تقارب 10 أيام، 32 فضلوا السفر في شهر سبتمبر، 31% في أغسطس، 26 في يوليو، 11% في يونيو، و 45% يقومون بالعادة بعمل حجوزات السفر في وقت متأخر قبل أي سفر، بقبل يعني قبل السفرة بأسبوع. يعتمدون على وسائل التواصل مثل منصات اليوتيوب والإنستغرام بالإضافة إلى كلام الناس عند اختيارهم لوجهات السفر. هذه كل الإحصائيات والأسئلة اللي حاولت تجاوب فيها الهيئة السعودية للسياحة للناس اللي جالسة تتساءل.